الاعتداءات الجسدية ضد الأطفال تأتي في المرتبة الأولى في البلاد من حالات الإبلاغ التي تصل إلى مكتب حماية الطفل، ويليها الإهمال بالصحة والتعليم والإهمال العاطفي. أما الاعتداءات الجنسية تحتل المرتبة الثالثة. ففي عام 2015 وصل عدد البلاغات إلى 100 بلاغ، أما في عام 2016 ارتفع العدد إلى 300 بلاغ، أما في عام 2017 وصل إلى 490 بلاغ، عام 2018 599 بلاغ. فتشوفين أن الزيادة بالبداية كانت زيادة سريعة، وهذه تعكس فعلا مؤشر جيد أو حسن على أن الناس بدأت توعى أكثر، عندها توعية أكثر بالموضوع، أن هالبلاغات هي اللي توصلنا عن طريق سواء كان خط 147 أو عن طريق مباشر لفرق الحماية، لكن ما تعكس هي طبعا الرقم الحقيقي للمشكلة. يعني أكيد في هناك يعني بعض الحالات اللي لم يتم التبليغ عنها. بعد تأسيس أرضية صلبة لحماية الطفل من العنف، مكتب حماية الطفل بصدد الانتقال إلى وقاية الطفل من العنف من خلال إعداد برامج كبرنامج الوالدية الإيجابية الذي يتحدث عن الأسس السليمة لتربية الأطفال. في برنامج الزيارات المنزلية، وهذه تختص فيها ممرضات تزور الأمهات بعد الولادة مباشرة لمساعدتهم وتثقيفهم في أمر الطفل ورعاية الطفل. في البرامج المخصصة للثقافة الجنسية أو تعليم الأطفال وتوعيتهم بثقافة جسدهم وحماية جسدهم. في برامج طبعا اللي هي هز الطفل، متلازمة هز الطفل. بالنسبة حق وحدة التوعية، من أهدافها إن توعية الناس عن كل ما يخص بصحة وسلامة الطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام التقليدية، وأيضا الإنترنت، بالإضافة إلى وقاية وحماية الأطفال ضد العنف والإهمال. ففي عام 2018 تم تسجيل 150 قضية اعتداء على الأطفال، فبمجرد ورود البلاغ لفرق حماية الطفل الموزعة في مختلف المستشفيات والمكونة من عدة تخصصات تقوم بعدة إجراءات.